بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من شرح المعيار الشرعي الرابع حول المقاصة. نواصل حديثنا ونبدأ من حيث انتهينا، وحديثنا اليوم عن المقاصة الاتفاقية. طبعا للتذكير، المعايير الشرعية قسمت المقاصة إلى قسمين: المقاصة الوجوبية والمقاصة الاتفاقية. وتحدثنا عن المقاصة الوجوبية وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: المقاصة الجبرية وتحدثنا عنها، ثم المقاصة الطلبية وقد تحدثنا عنها، واليوم نتحدث عن المقاصة الاتفاقية. تقول المعايير الشرعية: المقاصة الاتفاقية هي سقوط الدينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيما بينهما. طبعا هنا المقاصة التي عبارة عن إسقاط الدينين بنفس العلاقة التي ذكرناها، كل واحد منهما دائن ومدين للآخر، ولكن هنا بشرط التراضي، بمعنى أن يكون هناك إيجاب وقبول، وجود التراضي كي ينقضي هذا الالتزام، وليس مثل الأنواع السابقة الذكر حيث أنه لا يشترط التراضي، وإنما تقع جبرا في المقاصة الجبرية، وتقع كذلك جبرا على صاحب الدين الأدنى في المقاصة الاتفاقية، عفوا المقاصة الطلبية. لكن في المقاصة الاتفاقية فلا بد من اتفاق، ولهذا سميت اتفاقية، لا بد من تراضي ولها شروط. قالت المعايير الشرعية: شروط المقاصة الاتفاقية هي: أولا، أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنا للآخر ومدينا له. طبعا هذا الشرط مضطرد وذكرناه في الأقسام والأنواع الأخرى، بمعنى كل واحد منهما دائن ومدين للآخر، وجود علاقة مداينة، وجود تقابل للدينين. النقطة الثانية وهي رضا كل واحد من طرفي المقاصة. طبعا في المقاصة الجبرية لا يشترط رضا كلا الطرفين، والمقاصة الطلبية لا يشترط رضا صاحب الدين الأدنى، لكن هنا في المقاصة الاتفاقية يشترط رضا كل من طرفي المقاصة، يكون هناك نوع من الاتفاق ونوع من التراضي على تنفيذ عملية المقاصة لإسقاط الديون. النقطة التي بعدها: ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا، وقد ذكرنا هذا الشرط في الأنواع الأخرى، بمعنى خلو المقاصة من أي محظور شرعي سواء كان ربا أو غيره. النقطة الأخرى وهي النقطة المهمة والتي تميز المقاصة الاتفاقية عن غيرها، وهي أنها تجوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل، بمعنى هي على العكس تماما من المقاصة الجبرية، على العكس تماما من المقاصة الجبرية أو المقاصة الوجوبية، بمعنى يجوز المقاصة ولو بمعنى عليك 1000 يورو ولك علي 1000 دولار، هل تجوز المقاصة؟ نعم تجوز المقاصة إذا تم الاتفاق. وطبعا هنا يكون ماذا؟ تكون عملية الصرف الدمام، والتي تحدثنا عنها في المعيار الشرعي رقم 1 في المتاجرة في العملات، بمعنى وجود دمتين وتقع عملية الصرف بين الدمتين بإجراء عملية المقاصة. اختلاف الجنسين تجوز، اختلاف النوعين، مثلا لي عليك 1 طن رز، أو لي عليك 1 طن مثلا تمر مريمي، لك علي 1 طن تمر عجوة، هل يجوز المقاصة؟ نعم يجوز، وإن اختلف النوع، حتى ولو الجنس، يعني لي عليك طن رز ولك علي طن مثلا تمر، اختلف الجنس، هل تجوز المقاصة؟ نعم تجوز المقاصة، بمعنى يختلف الجنس تجوز، يختلف النوع تجوز، ويختلف ماذا؟ وتختلف ماذا؟ الصفة، اختلاف الصفة، ديني موطق، دينك غير موطق، ما في إشكال تقع المقاصة، ديني حال، دينك مؤجل، لا إشكال تقع المقاصة، بمعنى أنه إذا تم التراضي بين طرفي الدينين في عملية المقاصة فإن تلك الشروط التي أشترطناها في المقاصة الوجوبية لا تكون شرطا
هنا أو لا تكون شروطا معمولا بها هنا، بمعنى تجوز المقاصة وإن اختلف الجنس تجوز المقاصة، وإن اختلف النوع تجوز المقاصة، وإن اختلفت الصفة تجوز المقاصة، وإن اختلف الدين في الحلول والتأجيل ما دام وجود اتفاق، ما دام يوجد هناك اتفاق وتراضي بين طرفي المقاصة. لأن الرضا، تقولون معي الشرعي، لأن الرضا يعد تنازلا، يعني ما دام رضيت فكل تلك المميزات التي تميز الدين عن آخره يعتبر من باب التنازل، ما دام فيه، ما دام يوجد هناك تراضي. لأن الرضا يعد تنازلا من كل الدينين عن حقه في الأفضلية، سواء ديني أفضل من دينك فذلك لا يهم ما دام تم هناك اتفاق، ما دام كان هناك اتفاق، ما دام تم التراضي بين طرفي العقد. وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر فتقع المقاصة في القدر المشترك، ويجب لصاحب الأكثر المطالبة أو مطالبة الآخر بمقدار الزيادة. وهذه طبعا نفس القاعدة أو نفس الشرط الذي ذكر في الأنواع الأخرى من المقاصة. إذن باختصار وإيجاز كينوني هذه الحلقة نقول أن المقاصة الاتفاقية فيها نوع من المرونة، في نوع من المرونة في عملية إسقاط الديون بين طرفين مختلفين. أهم طبعا خاصية فيه هي وجود المعنى الذي يستوجب المقاصة، وهي طبعا وجود الدينين، وجود دينان متقابلان، بمعنى وجود علاقة مداينة بين طرفين، بمعنى كل واحد منهما دائن ومدين للآخر. فإذا وجد هذا الشرط وطبعا خلت العملية المقاصة من المحظورات الشرعية سواء كان ربا أو غيره، وتم القبول والاتفاق والموافقة على إجراء المقاصة، فإن المقاصة تقع، وإن كان هناك اختلاف في الدين من حيث الجنس، من حيث النوع، من حيث الصفة، من حيث الحلول والتأجيل، ومن حيث القدر، فذلك لا إشكال فيه، وتكون العملية جائزة على مقتضى قواعد التشريع الإسلامي. نكتفي بهذا القدر، ونراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.